تمتلك محافظة نينوى عديدا من الأماكن السياحية والتاريخية والأثرية والدينية والترفيهية المنتشرة في أرجائها، لكن على الرغم من ذلك أهملت الحكومات العراقية المتعاقبة بعد عام 2003 الدور الحيوي الذي يشكله قطاع السياحة في البلد. والسياحة في نينوى كما هو معروف قطاع مهم لكونه يضم أقسام مهمة من السياحة إلى الأماكن الترفيهية والسياحة الأثرية والسياحة الدينية والسياحة العلاجية، والتي من الممكن أن تكون من أفضل القطاعات التي تشهد ازدهاراً، وخاصة مع توافد واستقطاب الزائرين من غالبية بلدان العالم للمناطق السياحية والمراقد الدينية المنتشرة في عموم المحافظة. والوقوف على رأي مدير إعلام قسم سياحة نينوى، التقينا بالدكتورة إخلاص السليم والتي حدثتنا قائلة: ما هي أسباب تراجع قطاع السياحة في محافظة نينوى ومدينة الموصل على الرغم من وجود أماكن سياحية أثرية مراقد دينية ممكن نستفيد من هذه الأماكن كواجهة سياحية؟ تفضلي. طبعا بالبداية نرحب بكم أهلا وسهلا، ونرحب بقناة الموصلية اللي تنطي دعم لقطاع السياحة في محافظة نينوى. لا. مثل ما تعرف جنابك نحن عندنا مناطق سياحية كثيرة في محافظة نينوى، من سياحة أثرية إلى سياحة ترفيهية، لكن نحتاج إلى اهتمام وجهود لدعم هذه القطاع والنهوض بها. وهسه أكو توجه من قبل المحافظة المحلية ومن قبل هيئة السياحة لتطوير هذا القطاع في محافظة نينوى. تعرفين دكتورة، يعني الموصل واجهة سياحية منذ زمن طويل وتسمى أم الربيعين. يعني هذه الواجهة السياحية لو تستثمر كمناطق ترفيهية، مناطق مراقد دينية، مناطق أثرية، ممكن يعني إذا تطورت ممكن نجذب سياح كثيرين لهذه المدينة ولهذه المحافظة. نعم، هناك توجهات كثيرة بهذا المضمار. يعني هسه أكو إقبال على فتح متنزهات، فتح مدينة ألعاب. نعم. شغلات يعني كثيرة في مضمار السياحة، ولكن نحتاج إلى مستثمرين، نحتاج إلى دعم، نحتاج لتضافر الجهود لتنمية هذا القطاع. طيب يعني هذه الجهود فيما إذا أثمرت بالتأكيد هذا القطاع، يعني هذا القطاع الحيوي ممكن يعني يكون قطاع مهم، يعني يكون رديف للنفط، رديف للزراعة، لأنه يعني يجذب أموال ويجذب سائحين، ودور العجلة الاقتصادية بالمدينة والمحافظة والشغل أيادي عاملة كثيرة. صحيح. أنت يعني أكو دول معتمدة بالاقتصاد ماله على السياحة. لا. فهو غيح يكون رافض ويزود الدولة والميزانية بأموال طائلة. أنت تعرف أنه السياحة الخارجية وخصوصا هسه الحمد لله بعد ما تقريبا انتهت جائحة كورونا قلت نسبتها، بدت السياحة وبدت الوفود، وقسم من الدول بدت تلغي إجراءات الحظر والشروط الوقاية. فإن شاء الله نتأمل خير بتنشيط السياحة إن شاء الله. طيب يعني دكتورة، أهم ما تحتاجه نينوى لتكون بيئة جاذبة للسياح، يعني الأمن موجود الحمد لله، لكن هذه الأماكن بحاجة إلى إعادة تأهيل، إلى فتح أماكن أخرى، مثلا يعني شلالات لو يكون بها فندق سياحي، مطاعم، كافتريات، منطقة الشلالات شوية يعني تترتب بشكل أفضل، منطقة الغابات، يمكن يكون أكو جذب سياحي أكبر بهذا. والله هسه أنت مثل ما تعرف الموصل الحمد لله والشكر من الجهة الأمنية محافظة آمنة، بس نحتاج يعني يد الاستثمار والدعم الحكومي لتطوير هذه القطاعات. سيد محمد، أنت يعني تعمل في مجال السياحة. نعم. كيف تقيم الواقع السياحي في محافظة نينوى في ظل وجود يعني سياحة أثرية، سياحة علاجية، سياحة ترفيهية، سياحة مراقد دينية؟ حقيقة هو التسليط الضوء على المرافق السياحية عامة خجول. نعم. خصوصا بعد نكبة داعش يعني. فنحن نطالب الحكومة تشجع القطاع الخاص، الشركات، فنادق، إعادة تأهيل الفنادق وترميمها. نعم. ممكن يكون مورد إضافي للمدينة. نعم.
هاي الوفود كلها اللي تجينا من منظمات ما منظمات نعم. في ودها انه تتعرف على واقع حال المدينه صراحه نعم. خصوصا ما بعد حقب الداعش نعم. فلازم نعطيهم الفرصه صراحه حتى للعاملين كقطاعات نعم. سياحيه كخريجين توفر لهم فرصه ممكن فرصه عمل. سيد محمد نفتقد الى الوعي السياحي الى الاعلام السياحي في نينوى؟ نعم ممكن نعم. ماكو اي صراحه ماكو اي جهه تبنت انه تكون تسلط الضوء على القطاع السياحي نعم. الموارد نعم. سواء كانت يعني عده مرافق سياحيه ما عندنا احد تسلط نعم. الضوء عليه نعم. يعني تعرف عندنا هذه المواقع اذا وصلت الى دول العالم الى نعم. دول عربيه نعم. ممكن نستقطب اكيد اكيد عند من امثاله عندك سور نينوى نعم. يعني سور اثري نعم. ممكن اي سائح كثير من المواقع كثير انا نعم. ما اخصص نعم. لا بس على سبيل المثال يعني نعم. ممكن سور نينوى نعم. ممكن يكون وارد صراحه دول نعم. يعني طيب يعني ما اهم ما تحتاجه نينوى لتكون بيئه جاذبه للسياح؟ حقيقه هو الامام متوفر نعم. الحمد لله فمحتاجين تسليط ضوء ومحتاجين دعم مادي دعم نعم. مالي نعم. دعم معنوي ممكن نعم. من الحكومه نعم. للقطاعات نعم. تعرف هذا من يجيك سائح عربي نعم. افواج سياحيه عربيه افواج سياحيه من العالم نعم. هذا راح يشغل ايدي عامله أكيد، راح يكون موارد أكيد، أكيد، ماليه اكيد راح يوفر واحنا عندنا الكادر نعم. صراحه اللي ممكن نعم. يتبنى هاي الامور نعم. كادرنا كله سياحه نعم. خريجين يعني نعم. قاعدين عاطين عمل ممكن يمتهنون غير مهن نعم. مهن ما تخصهم نعم. وهي مخرجين نعم. فانت يعني راح توفر لهم فرص عمل اضافه للمورد نعم. الاضافي نعم. للمدينه نعم. تعرف يعني انت نينوى واسعه واطرافها يعني مثل عندك أكيد. حمام العلي كسياحه علاجيه عندك بالضبط. عنكبريت بالضبط صح عندك مراكز نعم. عندك تمام. اثار كثيره صح. هذه لو تاهلت واعيد تاهيلها والاهتمام بها ممكن تدر على المدينه أكيد. على العراق اكيد اكيد مورد نعم. اضافي مورد نعم. دخل اضافي نعم. للمدينه نعم. تقول لك وممكن انه تشغل كل القطاعات نعم. السياحيه اللي عندنا خريجين نعم. اكاديميين. طيب مستقبل طلبه معهد الفنون كليه السياحه شنو برايك في ظل عدم الاهتمام بعض الشيء بهذا حقيقة هو يعني معتمد على اجتهاد شخصي من عنده يعني ممكن انه يكون مقتدر ماليا نوعا ما ممكن يفتح له فت شركة او يعني مطعم صغير ممكن نعم. اكشاك يعني نعم. سناك بار ممكن نعم. يعني تعرف مثلا في حال عودة نينوى أوبروي فندق الموصل نعم. افتتاح فنادق اخرى طاقة تشغيلية نعم. كلش كبيرة نعم. ممكن تستوعب ممكن تستوعب هذه الاعداد نعم. اللي خريجة نعم. جداً. إيه. وممكن يعني الخريجين يشتغلون اكيد اكيد يعني فرص عمل وخصوصا نعم. اختصاصهم يعني ما يستنكف مثلا نعم. العفو من انه يؤدي نعم. خدمته نعم. متفاني نعم. طيب ماذا عن الاعلام السياحي؟ الاعلام السياحي ايضا مهم يعني تعرفين من الإعلام السياحي يكون عنده صوت قوي ويعني يطرح الكثير من هذه الأماكن الترفيهية ممكن يصير جذب للسياح من كل دول العالم طبعا الإعلام يعني السياحي مهم صح لو نعم. دور رئيسي الإعلام السياحي نعم. نحن نشكر هم قناة الموصلية نعم. وياريت أكو إعلام بعد يسلط الضوء نعم. للنهوض بالواقع السياحي نعم. في محافظة نينوى نعم. طيب دكتورة انتم ك يعني قسم سياحه نينوى بالتاكيد عندكم دراسات عندكم يعني ما افكار لتطوير هذا الواقع يعني اهم ما توصلتوا له واهم ما تريدوا توصلون فكره معينه او دراسه معينه حتى تطورون هذا الواقع بالتاكيد عندكم شيء اكو اشياء مو كثيره بس نحتاج انه هذه الاشياء تظهر للنور للعلن نعم, نعم. يعني مثلا الفنادق ننتظر للاستثمار وان شاء الله خير نعم يعني تعرفين مثلا فندق نينوى عندما تم يعني توقف العمل به لحد الان هذا اثر على الواقع السياحي بالضبط فندق الموصل فندق اشور كثير من هذه الفنادق اثرت يعني الاماكن السياحيه اذا طورت بشكل افضل ويعني ممكن عن طريق شركات يمكن يكون جذب سياحي اكبر نحن نحتاج لمستثمر او شركات استثماريه يعني. شركات استثماريه رصينه ان شاء الله نعم. حتى تعيد تأهيل وبناء نعم. فندق نينوى نعم. والموصل نعم يعني انتم بالتاكيد هذا يحزب نفسكم كقطاع سياحه وانتم قسم سياحه أكيد. وعندكم مثلا يعني بالمقابل معهد سياحه وفندقه طلبه يتخرجون ايضا عاطلين عن عمل بلا عمل يعني ممكن لو اكو قطاع سياحي راح يستوعب يعني هاي الاعداد بمحافظه نينوى عندنا كوادر سياحيه نعم. بس نحتاج المكانات السياحيه اللي يعملون بها ويرفعون من مستواها نعم طيب يعني في ظل هذا الأمان الموجود وافتتاح المولات والمطاعم الكبيرة وحركة الناس بالتأكيد يعني البداية تكون الأهلنا في نينوى الأهلنا بالعراق
عندما يشوفون هذه الأماكن الحلوة راح يصير جذب سياحي من كل المحافظات، بعدها يعني راح تتحركون بالتأكيد على يعني مستوى عربي وعالمي إن شاء الله. هسا أكو جذب سياحي، هسا يعني عندنا جماعات كثيرة من باقي المحافظات يعني يزورون الموصل، وعندنا فنادق أهلية فتحت، بس نحن بانتظار الدعم الحكومي يعني مهما ما يكون من القطاع الخاص ليس كالقطاع الحكومي. طيب دكتورة بكلمة أخيرة، شو تريد توصلين يعني لمحافظة نينوى كحكومة محلية لهيئة السياحة لأهلك في نينوى، يعني حتى تكون الصورة واضحة فيما يخص القطاع السياحي؟ نحن يعني نشكركم، نشكر قناة الموصلية على تسليط الضوء، ونتمنى من الحكومة المحلية أن نزيد الدعم، ولو هي مع قصرون استاذ نجم الجبور بارك الله بينه مهتم بالسياحة وبالواقع السياحي، وكذلك هيئة السياحة هسه يعني أضطت أولوية لمحافظة نينوى وللنهوض بها بعد النكبات اللي صارت، فنحن منتظرين أنه يصير فتشي واقع على الأرض ملموس، وليس يعني بس أنه شيء ورقية. وعلى الرغم من امتلاك نينوى عديدا من المقومات السياحية مستفيدة من موقعها الجغرافي من خلال وجود أعرق وأقدم الحضارات على أرضها، إضافة إلى وجود أماكن سياحية جميلة، لكن للأسف القطاع السياحي لم يشكل موردا مهما في موازنات السنوات الماضية، ولم تولي الحكومات أهمية لتطويره والاستفادة منه، خصوصا بعد الانفتاح الذي شهده العراق خلال السنوات الماضية. والسياحة في نينوى تعد موردا مهما بتنويع مصادر الدخل الاقتصاد في نينوى، بترافق عدد الخدمات للنشاط السياحي سواء من خدمات فندقية أو نقل وغيرها بما لا يقل عن 25 فقرة، ما يعني أن السياحة من الأنشطة المولدة للأعمال والمعززة لمصادر الدخل في فروع الاقتصاد في المحافظة. ومن أجل التعرف على رأي عميد كلية العلوم السياحية في جامعة الموصل الأستاذ الدكتور محمد نايف زنقنة، والذي سألناه فأجاب. يعني نينوى تمتلك مؤهلات أنه تكون واجهة سياحية للعراق، يعني تمتلك سياحة دينية، سياحة علاجية، سياحة أثرية، الكثير من الواجهات اللي ممكن تطور، يعني ليش هذا التراجع في الواقع السياحي في نينوى؟ ما هي الأسباب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تعتبر محافظة نينوى من أولى المحافظات العراقية من ناحية السياحية، حيث حبى الله سبحانه وتعالى مدينة الموصل بمناخ جيد، وتسمى أم الربيعين لاعتدال مناخها في فصل الصيف وفصل الربيع. مدينة الموصل تمتاز بأنها من أكثر المحافظات جذبا للسياحة وبكل أنواعها، سياحة علاجية في حمام العليل وسياحة أثرية، حيث محافظة نينوى تعتبر عاصمة الدولة الآشورية في مختلف مناطق محافظة نينوى وعلى مدار التاريخ، وكذلك السياحة الدينية حيث المراقد المقدسة للأئمة والأنبياء في محافظة نينوى والصحابة. محافظة نينوى تعتبر بحق مدينة تمتاز بجاذبية سياحية كبيرة، حيث المحافظة تقع على مفترق طرق عدة بين دول العالم، وكانت محافظة نينوى سابقاً من أولى المحافظات التي يكثر فيها عدد السياح من داخل وخارج العراق. في الفترة الأخيرة ما مرت به المحافظة من تأثرات الخلايا الإرهابية وسيطرة الخلايا هذه على المحافظة أدى إلى تأثر السياحة بشكل وآخر، لكن الجهود حثيثة من قبل أبناء محافظة نينوى في عادة المحافظة إلى سابق عهدها من أن تكون الواجهة الأساسية والرئيسية في العراق، حيث نلاحظ بشكل كبير بناء الفنادق من قبل القطاع الخاص وافتتاح المطاعم والمولات، وهذه النشاطات الاقتصادية تكون عنصر جذب للسياح في العراق ومن الدول الأخرى. يتأثر واقع السياحة بشكل وبآخر بناحية البنى التحتية
التي نلاحظ والكل يلاحظ أنه بلدية الموصل والجهات المعنية طرق وجسور تحاول أن تعيد ترتيب الطرق بالشكل الذي يكون فيه انسيابية وعمل لحركة النقل والبضائع وكذلك السياح. والله صراحة يعني الفنادق بالموصل يعني حاليا يعني انه نتمنى انه يبنوها. يعني قبل كانت يعني حيل يعني العالم اصلا يجون زوار يعني يجون على الموصل يشوفون مناطقها يشوف يعني اجواء حيل حلوة يعني الفنادق. ونتمنى يعني مثلا عندك فندق اوبراوي يعني كان قبل يعني حيل جميل يعني والعالم تروح عليه وهذا الموصل اي حاليا صراحة يعني مدمر. انه نتمنى انه من كل الاجواء يعني هنا انه يبنون اعادة اعمار الفنادق بالموصل. مصطفى عندنا يعني مواقع مراقد دينيه عندنا مواقع ترفيهيه مثل الغابات الشلالات غيرها هذه اذا توهل وتعاد من جديد وترتب يجون السواح والله شيء اكيد يعني يجون لانه يعني بالموصل عندنا هاي المناطق يعني مثلا الغابات وغير اماكن يعني العالم كله تجي عليها وسياحات يعني وسفرات كان مكمل خاصه بهذا الجو يعني الصيف يعني الربيع تعرف يعني احنا عندنا مقومات سياحه لكن شيء راد إرادة إعمار يعني تغيير كون الشباب بالضبط. دكتور بالتأكيد يعني هذه الأنشطة السياحية معززة يعني لمصادر الدخل في الاقتصاد اللي يخص محافظة نينوى. يعني إذا أعيد هذا القطاع ممكن يدر أرباح وتشغيل أيدي عاملة في هذا القطاع الحيوي المهم. بالتأكيد قطاع السياحة يعتبر من القطاعات الاقتصادية المهمة من ناحية توليد الدخل وتشغيل الأيدي العاملة، حيث أن هذا القطاع لديه علاقات أمامية وخلفية، لأنه تشغيل الفنادق والمطاعم والمولات كلها يحتاج علاقات اقتصادية متشابكة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وهذا مما يؤثر على الاقتصاد بشكل عام والنمو الاقتصادي في المحافظة. بالتأكيد أنه بناء عدد كبير من الفنادق، بناء عدد كبير من المولات وكذلك المطاعم، هذا يشغل الأيدي العاملة في القطاع الخاص ويؤدي ذلك إلى تحقيق النمو الاقتصادي في المحافظة، وهذا ما نلاحظه في الفترة الأخيرة حيث النشاط السياحي بدأ يتعافى تدريجيا في المحافظة. طيب دكتور كيف تكون نينوى يعني حاليا هي مستقرة أمنيا الحمد لله، نعم. كيف تكون بيئة جاذبة للسياح العرب والأجانب حتى تكون واجهة كبيرة للعراق ويعني تحريك هذا الواقع ويعني ممكن أنه إنشاء مواقع سياحية أخرى تدور على المحافظة مال أكثر؟ في الحقيقة هذا الشيء يعتمد على الإعلام السياحي وضرورة إبراز محافظة نينوى كواجهة سياحية بالنسبة لدول العالم وأبناء العراق الذين يأتون للزيارة. بالتأكيد محافظة نينوى هي عاصمة الدولة الآشورية وفيها الكثير من الآثار التي تدل على عمق وتاريخ وحضارة محافظة نينوى. فقط يراد من القائمين على المؤسسات السياحية والإعلامية أن يقوموا بتعريف المواطنين والسياح في مختلف دول العالم على هذه المحافظة التي الحمد لله تنعم باستقرار أمني كبير، فلا يجوز أن يمنع السائح بكلام غير صحيح عن هذه المحافظة التي نرى فيها ليلا ونهارا المواطنين ينعمون بالسلام، ولكن التثقيف الإعلامي والسياحي من قبل المؤسسات الإعلامية والسياحية في المحافظة مما يبرز دور هذه المحافظة كواجهة سياحية عراقية عالمية. يعني الإعلام السياحي غايب، كيف يفعل هذا الإعلام حتى يصل إلى الناس؟ تفعيل الإعلام السياحي مطلوب من قبل المؤسسات الإعلامية أولاً والمحافظة والبلدية والمؤسسات الحكومية العاملة في محافظة نينوى، كل يمارس دوره من أجل أن تكون محافظة نينوى
نقطة جذب للسياح في جميع المحافظات العراقية، وكذلك جذب السياح من دول العالم المختلفة. كيف تقيم مستوى السياحة في محافظة نينوى؟ عندنا مراقد دينية، عندنا آثار، عندنا أماكن سياحية جميلة جدا في نينوى. نعم. كيف يعني تفعل هذا؟ كيف تقيم هذا الواقع؟ بداية تعد السياحة من أهم مصادر الدخل، العملات الصعبة التي إذا ما تم العمل فيها والمساعدة الاختصاص والكوادر السياحية المختصة، ولدى محافظة نينوى الكوادر السياحية المختصة من طلبة معهد سياحة وخريجين كذلك خريجين معهد تقني قسم السياحة وخريجين إدارة اقتصاد قسم مؤسسات سياحية. ومن هنا دعوة للسيد المحافظ نجم الجبوري أن يكون العمل جاد مع خريجين هذا القطاع المهمل حقيقة، يعني منذ سنين عديدة وهذا القطاع يشكو من عدم الاهتمام، لأنه يعني الطالب عندما ينقبل في هذا التخصص لا يعرف، يعني عندما يتخرج لا يعرف أين يذهب، أين مستقبله، يعني خلاص يعني كل ما نقولها بالعامية يعني يتخرج ويخلي شهادة بصفحة ويلجأ إلى سوق العمل، العمل الحر. يعني مع الأسف يعني إن شاء الله نتأمل خير. إن شاء الله كلية العلوم السياحية هي كلية مستحدثة في جامعة الموصل، وراح تخرج كوادر سياحية بكالوريوس سياحة، وإن شاء الله هم وراها الماجستير علوم سياحية، وأملنا كبير. وإن شاء الله يعني لدى محافظة نينوى الكثير من المواقع الأثرية والتاريخية والدينية والكنائس والمواقع العلاجية والاستشفائية والترفيهية، إذا ما تم العمل بها والتوظيف الخريجين من تخصص معهد السياحة وكلية العلوم السياحية بهذا التخصص، يعني راح تكون أعمال كلش حلوة، وراح نشوف يعني في التطور كبير بهذا التخصص. طيب دكتور، انتم ككليه سياحه بجامعه الموصل بالتاكيد عندكم افكار، عندكم دراسات لتطوير هذا الواقع، الى اين توصلتم في هذه الدراسه؟ مهمه كليه العلوم السياحيه هو اعداد جيل سياحي مزود باخر ما توصل اليه علم السياحه في العالم، لانه السياحه يجب ان يكون هناك من يقوم بإدارتها مختص بالسياحة، وكذلك إدارة الفنادق، وكذلك إدارة المؤسسات السياحية. فمهمة كلية السياحة إعداد جيل مسلح بهذا العلم من أجل تطوير السياحة في محافظة نينوى. ونقطة أخرى، حتى تكون السياحة في محافظة نينوى تعود إلى سابق عهدها ونجذب العديد من السياح، يجب أن تتضافر كل الجهود، ولله الحمد نرى الآن الجهود متضافرة من أجل إكساء الشوارع، زيادة عدد الحدائق العامة، زيادة المنتجعات السياحية، الاهتمام بغابات الموصل، إعادة تأهيل شلالات مدينة الموصل، إعادة تأهيل المياه المعدنية في حمام العليل، إعادة المواقع الأثرية التي تم تدميرها من قبل هيئة الآثار. كل هذه العناصر تعمل على جذب السياحة في محافظة نينوى. دكتور، ما هو مستقبل طلبة كلية السياحة في حال انعدام يعني هذا الواقع؟ هو هناك تحريك لهذا الواقع لكن ليس بمستوى الطموح. مستقبل هؤلاء الطلبة؟ إن شاء الله مستقبل خريجي السياحة سواء معهد سياحة أو معهد تقني سياحة أو معهد أو كلية العلوم السياحية مستقبل واعد، لأنه السياحة يدر الكثير من الدخل ويشغل العديد من الأيدي العاملة، وطالما أنه علمنا أن السياحة هو مصدر دخل كبير لجميع الدول، فالاهتمام بكلية السياحة من قبل السادة
السيد رئيس الجامعة والسادة المساعدين اهتمام ودعم غير محدود من أجل أن ننشئ جيل مثقف وواعي سياحيا وقادر على إدارة المؤسسات السياحية في محافظة نينوى. كل مواطن موصلي يتمنى رؤية بلده ومدينته كبلدان العالم المتطورة، لكون كل مواطن يحب رؤية مدينته واجهة للسياح من مختلف الدول من أجل تغيير الصورة النمطية المأخوذة عن عرق المدن وأجملها عبر جذب السياح الأجانب من مختلف دول العالم لزيارة نينوى ومدنها المتنوعة والاستمتاع بالتجربة الفريدة لمدينة تجاوز عمرها آلاف السنين. تعد السياحة معين اقتصادي لا ينضب لو استثمرت بشكل صحيح. تعتبر مدينة الموصل من المدن يعني ذات الأجواء المناخية الملائمة بعيداً عن ظاهرة الاحتباس الحراري والمتغيرات المناخية اللي حدثت الآن. في الموصل لا يوجد سوى منطقة الغابات ومنطقة الساحل أو شاطئ نهر دجلة. الآن الواجهة النهرية الآن المتطلبات السياحية دون المستوى المطلوب، فما يتطلب من مديرية السياحة أن تقوم بإذكاء الجانب السياحي بشكل كبير لغرض استثماره بشكل أوسع ويكون متنفساً لأهالي المدينة من خلال القيام بالمتنزهات، الاستغلال الشاطئ النهري، كثير من أمور احنا نقدر نستغلها في الجانب السياحي. أولاً يجب أن نفعل الفنادق الرئيسية، عندنا فندق أوبراوي وعند فندق الموصل. احنا ما عندنا الان فنادق ذات خمس نجوم او فنادق في اي بي، خاصه تكون مناطق جذب للسواح القادمين من خارج محافظه نينوى. قد ما تتوفر هذه الفنادق، قد ما توفر راح تكون منطقه جاذبه للسواح ولكل من يحاول ان ياتي الى مدينه الموصل في فصل الربيع او في الظروف المناخيه الملائمه. إذا إحنا بحاجة إلى فنادق، بحاجة إلى يعني نقدر نقول أسواق مركزية، بحاجة إلى كثير من أمور المتطلبات تطلبها السياحة الآن هي مفقودة بالموصل. فضلاً عن أنه منطقة الغابات لو استثمرت بشكل صحيح لتكون من أفضل المنتجعات السياحية على مستوى البلد، لكنها مهملة الآن العفو، واستثمر فقط الشارع الرئيسي بكثرة المطاعم والجازينوهات والكافيهات. دكتور، لو تم الاهتمام بهذا نعم. الواقع السياحي بالتأكيد سيضر بالأرباع المدينة وتشغيل أي دعم. أعني مثل بالبداية تحدثت قلت أن السياحة معين اقتصادي دائم وممكن استثماره بكل فصول السنة لو استثمر بشكل صحيح. هنالك شركات أجنبية وهنالك مستثمرين بالإمكان أن يستغلون كل بقعة أرض ملائمة تتلائم مع متطلبات السياحة والترفيه والتنزه، ممكن استغلالها لكي تكون مدينة الموصل منطقة جذب سياحية كما كانت في عهدها السابق. أهم ما تحتاجه نينوى مثل ما ذكرت أنه بها أكثر من قسم كسياحة دينية علاجية أثرية يعني سياحة ترفيهية. أهم ما تحتاجه نينوى لتكون بيئة جاذبة للسياح، يعني كانوا عراقيين وعرب وعالم من العالم. بيئة جاذبة بداية يعني السياحة تعتمد على أهم عنصر هو الأمن. الأمن أنت أي بلد؟ الأمن متوفر الحمد لله إن شاء الله. هسه شاهدنا في الآونة الأخيرة يعني الوضع الأمني يعني ما شاء الله تحسن به كلش زين، وإن شاء الله يعني مع تحسن هذا الوضع الأمني لازم يعني الفرد راح يشعر أنه لازم
يعني راح يرغب بالسياحة وبالتنقل والترفيه عن النفس. محافظة نينوى حضرتك ذكرت انه شنو اللي نسويه حتى نجذب السواح. اولا الخدمات النقل والمواصلات، العمل على اعمارها بصورة صحيحة، واعمار يعني مطار الموصل هذا الفنادق، اعمار المطار الموصل هذا بالدرجة الاولى لازم يتم العمل به. والفنادق احنا نريد فنادق 5 نجوم صراحة، يعني ترتقي بمستوى الاشخاص اللي يزورون مدينة الموصل من وفود من خارج العراق. يحتاج السائح احيانا الى عناية خاصة، فنادق 5 نجوم 6 نجوم، سيارات تواكبوا الى الفندق، يعني الحجز عبر الانترنت، طبعا التطبيق موجود لازم يكون حجز عبر الانترنت، العمل على نفس المواقع السياحية الأثرية والحضارية، العمل عليها نفسها كتحويط الموقع الأثري والاهتمام بالنظافة تحويطه، والعمل على قدر الإمكان إعادة ترميمه وإعماره ووضع عناصر أمنية بهذا المكان الأثري. نعم. طيب هذا الواقع إذا تحرك بالتأكيد راح يحرك عجلة الاقتصاد ويشغل أيدي عاملة. بالتأكيد. نعم. بالتأكيد يعني بشكل كبير راح يشغل الأيدي العاملة، وهم راح تصير سمعة المحافظة نينوى اللي هي سمعتها تمتد يعني مئات السنين. نعم. انه هي مشهورة. نعم. بالسياحة العلاجية، عندنا عين كبريت وحمام العلي الموجودة. نعم. قلعة باش طابية سياحية، طبعا بالمناسبة قلعة باش على ضفاف نهر دجلة، بجانب قلعة باش طابية هناك نوعين من السياحة، 3 انواع من السياحة. السياحة الترفيهية اللي هي الكازينوات الموجودة على ضفاف نهر دجلة، والسياحة الأثرية اللي هي المتمثلة بقلعة باش طابية. نعم. والسياحة العلاجية المتمثلة بعين كبريت. نعم. الموجودة على ضفاف نهر دجلة. الواقع السياحي في مدينة الموصل معدوم، يعني أبسط مثال الأروقة اللي موجودة داخل المدينة، الأروقة تنعدم من دعم من الحكومة المحلية، اللي هو مثلاً اللي عندك الجسر العتيق اللي هي منطقة الكورنيش، اللي هي تفتقر دعم من الحكومة المحلية حتى تجذب السياح لهذه المناطق، ونعكس إحنا يعني كشباب نعكس يعني واجهة مدينتنا اللي هي مدينة الموصل، هي من المدن المعروفة يعني واقعها التراثي والأثري. نعم. ويعني مصطفى ايش تحتاج الموصل حتى والله يعني كنظرية شخصية واجهة يعني سياحية كواجهة، يعني هي من الواجهات السياحية يعني بالعراق. نعم. يعني مثل ما يقول وتفتقر إلى دعم، أنا أكرر وأقول دعم الحكومة المحلية حتى تجذب السواح من خارج العراق. نعم. يعني قبل يومين على الفيسبوك يعني أغلب السواح بدأوا يتوافدون. نعم. مدينة الموصل، وهاي يعني من الجوانب الزينة يعني انه بدت مدينتنا تشتهر مواقعها الأثرية، بس احنا ايد بايد ان شاء الله يعني نقدر يعني مثل ما يقول نرفع من واقع مدينتنا الى الافضل. مصطفى اذا تفعل الواقع تمام السياحي تمام راح يدر مردود مالي للمدينة، اضافة الى شنو تشغيل ايدي عاملة. شيء اكيد، يعني مثلا اذا بدينا باعمار مدينه الموصل القديمه، اول شيء ما راح يصير عندنا فائض من الشباب اللي هي العاطله عن العمل. ثاني شيء نبدا نطور مدينتنا، وهذا كلها تعكس يعني تعكس الحياه الحلوه لمدينه الموصل. يعني مدينه الموصل تعرف يعني مرت يعني ظروف صعبه ونكبات، بس الحمد لله رجعنا نقف يعني على رجلينا من جده وجديد مثل ما يقول.